يشارك عدد من شعوب العالم وبلدانها ضمن فعاليات مهرجان صيف البحرين، وذلك من خلال سفاراتها القائمة في المملكة، مما يشكل حركا ثقافيا متنوعا يساهم في مد الجسور بين الشعوب. وبالنسبة للأطفال، فإن الاطلاع على الثقافات الأخرى وتبادل المعلومات والأفكار يشكل إضافة إلى خبراتهم في الحياة، مما يجعلهم بيئة خصبة لمستقبل أكثر إشراقا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يواصل مهرجان صيف البحرين 2016 فعالياته عبر باقة من الأنشطة والبرامج، من بينها خيمة نخول التي تقدم بشكل يومي عروضا فنية وموسيقية وورش عمل تعليمية تشارك فيها العديد من الشعوب والبلدان، وبالتنسيق مع سفاراتهم في مملكة البحرين. هذا العام واضح تماما أن هناك تقدم واعد، إن كان بحجم المشاركة من الدول أو بحجم الفعاليات الموجودة، وهذا إن دل على شيء يدل على أن صيف البحرين أصبح فعالية ليست محلية للبحرين فقط، بل واضح تماما أن هناك مشاركة خليجية وعربية وحتى من بعض الدول الإقليمية. أتمنى مزيد من التقدم والتطور للمشرفين على صيف البحرين. يعني حقيقة أصبحت الثقافة هي جزء أساسي من علاقات الشعوب في بعضها، وهي لغة العصر للتواصل ما بين الشعوب. مشاركتنا في فعاليات صيف البحرين حتكون على مستوى فرقة لمتنا للفلكلور والتراث السوداني، حيستعرضوا رقصات من مختلف الثقافات الموجودة داخل السودان، الشمال والجنوب والشرق والغرب، وبالإضافة لمعرض للصور عن الثقافة السودانية بشكل عام وعن المواقع الأثرية في السودان. من المعروف أن الثقافة يعني لطالما كانت رابط من الروابط بين الشعوب. بالنسبة لمهرجان صيف البحرين، الأطفال مستهدفين المعارض الموجودة، يعني بعتبر أنه ربما تكون فرصة بالنسبة لهم ليتعرفوا على العالم اللي حولهم، يتعرفوا على مختلف الثقافات. هكذا تخلق الثقافة جسرا من المحبة بين الشعوب، خصوصا بالنسبة للأطفال والناشئة، إذ يمكن للتبادل الثقافي والمعرفي أن يشكل أجيالا من المبدعين. أمل المرزوق، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.